نبشر ابنائي الشباب باذن الله تعالى لن اولي جهدا بالتعاون مع بطبيعه الحال مع السيد الوزير الاول والقطاعات المعنيه بالخصوص هي قطاع الداخليه والتربيه الوطنيه والصحه وقطاعات اخرى اقل اهميه من حيث حجم الشباب المدمج عندهم. باذن الله تعالى سنجد الحل الناجع ونفرحوهم جميعا، وهذه بشرى ازفها اليهم اليوم من هذا الصرح الديني الكبير الجامع الكبير للجزائر العاصمه، وان شاء الله رب العالمين نتألو التوفيق، وفي الايام القادمه ان شاء الله يكون لقاء مع السيد الوزير الاول في اجتماع وزاري مشترك او حتى اجتماع حكومي نعرض عليه الاسباب الاخفاق والحلول المقترحه، وباذن الله تعالى نتكاتف معه ومع اخواننا في القطاعات الاخرى للإيفاء بوعد قطعه رئيس الجمهورية على نفسه إزاء أبنائنا وبناتنا من الشباب أصحاب التشغيل وما بعد وقبل التشغيل.